يواصل الآلاف من الأقباط من مختلف الأعمار داخل دير درينكا بمحافظة أسيوط الاحتفالات بموسم السيدة العذراء ودخولها والسيد المسيح لدير درينكا. استقبلوا دير السيدة العذراء بجبل أسيوط الغربي زائرين من جميع أنحاء العالم من أجل زيارة الدير خلال فترة الموسم التي تبدأ من 7 إلى 21 من أغسطس من كل عام. احنا بقى في الدير هنا نشكر ربنا، تم تدشين تمثال جميل جدا للسيدة العذراء على غرار التمثال الجميل بتاعها في حريصة في لبنان. التمثال ده من البرونز، يزن أكتر من 10 طن، على مبنى عالي، حاجة جميلة جدا مفرحة الناس قوي. ودي المرحلة الأولى، لأن عندنا كذا مرحلة في تجميل المكان اللي التمثال ركب فيه عشان يكون مصدر جذب للسياحة الدينية والفرحة الناس مسلمين ومسيحيين. وعنيجي كل سنة نزور العذراء احنا والبيت كله، يعني اتعودنا على هذا الوضع. لازم بقى كل سنة ازور دير الست العذراء، تمام، نازل بركة، وزي ما انت شايف الشعب عامل ازاي كتير.